اليوم جينا نشوفوا عند كثب وش كاين كوسائل بشريه، والحمد لله كل شيء راهو جاهز، الوسائل موجوده كانت بشريه او ماديه، والتنظيم فيما تعرفوا هي السلطه الوطنيه المستقله، وحنا ما نكونوا كما قلت قبل يومين الا سند. وراني شفت مقبل قبل يومين تجهيزات تاع الاذاعه والتلفزيون، وكانت الحمد لله اللي تكلمت عليها. واليوم جينا نشوفوا المركز الدولي للصحافه اللي هو مجهز كل شيء لتسهيل عمل تاعكم، يعني عمل الصحفيين وكذلك الصحفيين المعتمدين الاجانب، لتسهيل العمل تاعهم ولانجاح هذا اليوم، يوم الغد يوم الانتخابات، اللي نتمناو ان شاء الله بربي ان شاء الله تكون مشاركه قويه ان شاء الله.